واحد أمريكية وتعرفت على المدرسة ديالها سنتين، كانت كتجي عندي المغرب، يعني كانت كتمشي وتجي. جات عندي المرة الأولى في 2013 في شهر 4، ريحت معايا 3 سيمانات ومشات. جات عندي المرة الثانية وريحت معايا 3 سيمانات في شهر 10 ومشات عاوتاني. وجات العام الآخر ديال 2014 في شهر 4 تاني ريحت معايا 45 يوم. خوتي المغاربة، بغيت اللي بغيت نقول لكم بأن هاد السيدة هادي هي اللي كانت السبب ديالي تمرت بمرض فقد المناعة. السيدة يعني ملي مشات، يعني هضرت معاها في التليفون وفي ميساجات في فيسبوك، قلت لها ودي راه شنو وقع ليا وشنو وقع ليا وشنو وقع ليا. قالت لي لا، انت مشيتي جبتي هاد المرض من بلاصة أخرى. قلت لها ودي انا راه مكتعرفش شي واحد من غيرك، قلت انت وحيدة يعني اللي تعرفت عليك وتعرفت عليك مدة طويلة. قالت لي لا، ماشي انا اللي عاديتك بدا، مبقاش باغا تصنت ليا صافي. ولات كتحتقرني، ولات يعني مبقاش باغا تهضر معايا كاع صافي. صافي من بعد ما عرفت شنو غادي ندير، صافي ما عرفت شنو غادي ندير. قلت لها الا ما فيك والو جي عندي المغرب، ندير لك التحليله. خصتي الا ما كان فيك والو صافي، يعني انا اللي جبت المرض من بلاصه اخرى. قالت لي لا، انا ما نجيش عندك صافي، انت مرتي ما نجيش عندك انا صافي. من بعد ما قلت ما ندير صافي، التجأ في برنامج كورونا الابطال 2015 وهضرت على يعني هضرت على المشكل ديالي، تحت المشكل ديالي كامل. ومن بعد دخلت يعني بشهر دزت في كورونا الابطال 2015 شهر 12 في اواخر ديال 2015. من موراها بشهرين دخلت للحبس، يعني اتهمني واحد السيد كنعرفو، اتهمني في سمارة بانني عاديتو، نقلت ليها الفيروس عن طريق الدم، يعني جرحت راسي وجرحتو وخا هادشي ما كاينش. ويعني انا ما ضد حد، انا درت الفيديو ما ضد حتى شي واحد، يعني انا كنشوف غير الناس اللي هما بعض الناس اللي هما ظلموني ويعني كانوا سبب حتى دخلت للحبس. هادشي اللي كاين، ما انا ما ضد حتى شي واحد ابدا. انا كنبغي بلادي وانا كمغربي كنحضر على حقي. يعني تظلمت بحالي بحال الناس اللي هما تظلموا، وكيهضر على حقه وكيطلب من الرأي العام بأنه يوقف على هذا المشكل، وتوصل الرسالة لأكثر من أي واحد، يعني توصل الرسالة للناس كاملين باش ما يطيحوش الناس المشكل. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يفاجئ عليا ويفاجئ على الناس المسلمين كاملين. وأنا حاليا راه ما خدام ما والو، حيت راه يلا خرجت من الحبس دابا شي شهر، ما خرجتش من الحبس، ودابا انا جالس ونطلب من الله يدير توبة الخير. وحنا بحالنا الناس اللي هما يعني ما خدامينش، نطلب الله من عند الله يدير توبة الخير. وانا كما قلت لكم انا ما ضد حد، وانا راه كنبغي بلادي. يعني انا بغيت نعرف غير علاش ظلمت وعلاش دخلت الحبس. يعني هالسيد هذا راه ما فيه لا مرض، ما ديال لا تحليله، ما كيحضر لا في الجلسات لا والو، يعني ما فيه حتى شي حاجه. ملي كيستدعي القاضي يعني من طرف وكيل الملك ما كيجيش، ما فيه والو. او اول مره واخر مره شفته هي باش دخل عند الوكيل، اول مره قبل ما ندخل الحبس دخل عند الوكيل وخرج من شفته صافي. دخل عند الوكيل هنايا قال لي انت ولدي كتعدي عباد الله. قلت ليها بدي انا كنبغي نعدي عباد الله، ما غاديش ندوز في التلفازه، ما غاديش نعرف يعني الناس، نخلي الناس يتعرفوا عليا اصلا. علاش انا غادي نعدي الناس؟ علاش انا غادي نتعرف التلفازه في الاخر انا غادي نعدي الناس؟ يعني راه ميمكنش، ما عمري ندير هادشي. وانا اصلا المبادئ ديالي والكرامه ديالي ما تسمحش ليا ندير هادشي صافي. الله ابتلاني بهذا المرض، ما نبغيش خويا مسلم او اختي مسلمه، ما نبغيش لهم انا هاد المضره. وانا حاليا كنطلب الله سبحانه وتعالى، يعني هاد الناس اللي ظلموني نطلب الله سبحانه وتعالى ياخذ لي حقي. وشكرا.